ضمن الرعاية الاجتماعية والصحية التي ترعاها وزارة الصحة العامة والوقاية للشعب التشادي، فقد استقبل مستشفى الأم والطفل توأمين ولدا بصورة خلقية ملتصقين مع بعض. وبعد أن أجرى الأطباء الأخصائيون عملية جراحية وتم الفصل بينهما، وهما الآن يتمتعان بصورة صحية كاملة. وقد عبرت والدتهما عن فرحتها البالغ بهذه العملية الناجحة، مقدمة شكرها للحكومة التشادية وعمال وزارة الصحة على تكرمهم بهذه الخطوة التضامنية التي تضمنت الرعاية الشاملة للتكفل بالعملية الجراحية. وقد عبر والد الطفلين عن إعجابه الكامل على الاهتمام برفاهية الأسرة التشادية والرعاية الخاصة التي نالها من قبل السلطات العليا. المدير قسم الأطفال أوضح كيفية إجراء العملية التي استغرقت 3 ساعات وأصبحت ناجحة. جينا سينا عملية يالا اللسوغو دا فرتقنا وخلاص ورا أنتنا لبيدياتر دول بطن يشوفون يالا خلاص أنينا ما سينا عملية شغل الورا كي شنو دوا ينتم شنو كلا لما يسموهار شعب كله نورو هنا ناس قايدين قايا خدمو بني واي كلمة حقنا غاني سو وإن شاء الله أكوما كله شغل قاي ساودونا فوق هذا شيا شيا قايدي. المدير العام لمستشفى الأم والطفل أوضح أن العملية الجراحية التي أجريت للطفلين كانت ناجحة، وهما الآن يعيشان بصورة طبيعية. وللإشارة فإن وزارة الصحة العامة والوقاية تمتلك خبراء أخصائيون في مختلف التخصصات، وعليه يمكن الرجوع إليهم بدلا عن الذهاب إلى الخارج.